تر لجنة البحث العلمي والتطوير والابتكار أن تقدم محاضرة اليوم بعنوان توثيق مصادر ومراجع البحث العلمي التي تقدمها دكتورة لميع الجاسر. وقبل أن نبدأ نود أن نشكر كل الجهود المبذولة من قسم الجغرافيا لدعم البحث العلمي ممثلة في رئيس القسم وأعضاء هيئة التدريس. كما نود أن نستقبل جميع الأسئلة بعد نهاية المحاضرة. إذن الآن دكتورة لميع الجاسر تتقدم لتقديم هذه المحاضرة. تفضلي دكتورة لميع. شكرا شكرا لك دكتورة سلافة، والشكر موصول لسعادة رئيس قسم الجغرافيا ولأعضاء لجنة اللقاءات العلمية. أشارك، يسعدني من المشاركة في هذه المحاضرة اللي هي تهم طبعا فئة الطالبات وطلاب الدراسات العليا، وإن شاء الله تكون يعني الاستفادة من هذه المحاضرة. طبعا هي توثيق مصادر ومراجع البحث العلمي. نبدأ فيها في تعريف التوثيق. طبعا تعريف التوثيق هو العملية التي نقوم من خلالها بنسب النص المقتبس، يعني اللي راح ناخذه في البحث إلى صاحبه أو المرجع المصدر الذي أخذ منه. ويعد التوثيق الدقيق الأمين هو العلامة المميزة للكتابة الأكاديمية الموثقة، ومن مظاهرها الهامة التي تتم من خلالها الإشارة إلى الأفكار والآراء والمعلومات التي تستقيها من المصادر والمراجع المختلفة، وتحرص على أن تنسبها لأصحابها. تعريف المراجع. بالنسبة إلى المراجع أو هو المصدر المعتمد يتم الرجوع إليه للحصول على معلومات أو حقائق محددة، وعادة ما يكون هذا المصدر مرتب بطريقة تسمح بالحصول على المعلومات المحددة أو الحقائق بيسر وسهولة. أهمية التوثيق. طبعا ليش احنا نوثق المراجع؟ ودائما انا حتى في المحاضرات اللي تكاليف الدراسات العليا دائما يعني امرنهم على كيفيه توثيق المراجع، سواء كان في المتن او في نهايه البحث. اول شيء حفظ حق المؤلفين الآخرين في المعلومات التي استسقي منها الباحث هذه المعلومة. أيضا بيان وتعريف بالمطبوعات والمؤلفات الأصلية التي أخذ منها الباحث، إرجاع القارئ إلى المصدر الذي استفاد منه الباحث، وذلك من أجل تشجيع القارئ على التأكيد أو الاستفادة من المعلومات. ما هو الاقتباس؟ طبعاً تشوفون في كثير من الكتب اللي موجودة يعني دائماً فيها شرح للاقتباس، وفيها تعريفها في مثل الصيرفي وأيضاً محمد عبيدات واللي هو منهجية البحث، يعني كل كتب مناهج البحث موجود فيها التعريفات. طبعاً الاقتباس هو الاستفادة من المعلومات التي يتضمنها مصدر معين، ويرى الباحث إن لها علاقة بموضوع بحثي. زين، الحين بنشوف كيف يتم الاقتباس وش هي أنواع الاقتباس. عندنا طبعاً عندنا الاقتباس أنواع الاقتباس اللي هو المباشر، ويطلق عليه اللي هو النقل الحرفي، يعني نقل مرة مباشر أو الاقتباس مباشر دون أي تعديل، يعني مثل ما هي لقيت الكلام إيش هو مثل ما هو حنا راح نضيفه بدون تعديل، وذلك مثل نص وش هو اللي ما نقدر يعني نحرف به. طبعا النص القرآني أو حديث شريف أو نظرية جغرافية، نظرية يعني ترجع إلى صاحبها، وأيضا النص القرآني لا يمكن أن نحرف فيه أو كده.
الاقتباس طبعا هذه اذا تبون ترجعون يعني مثلا عند الصيرفي تلقونها في صفحه 264 وايضا في 265 تلقونها شرح كامل لانواع الاقتباس. الاقتباس الغير مباشر اللي هو يقرأ الباحث النص ثم يوظف الفكره او المعنى باسلوب وتعبير تعبيراته دون تحريف الفكره الرئيسيه. يعني انت لما تقرين كذا كتاب تاخذين من هذا الكتاب وهذا وهذا وبعدين انت تصيغين الفكره تقتبسين الفكره الرئيسيه ثم الصيغ تصاغ من قبل الباحث باسلوبه، لكن الاساس اللي هو للمصدر اللي رجع منه قد يكون مرجع واحد او مرجعين. نجي هالحين وش هي ما هي شروط الاقتباس؟ شروط الاقتباس اول شيء الدقه في اختيار المصادر المقتبس منها، الدقه في النقل فينقل النص المقتبس كما هو، حسن الانسجام بين ما يقتبس الباحث وما يكتبه قبل النص المقتبس وما يكتبه بعده، عدم الاكثار من الاقتباس، يعني مو ان الصفحه الكامله تلاقينها كلها اقتباس كلها اقتباس، طيب نبي نشوف روح الباحث وينه؟ وش هو استفاد من هذا؟ كيف يعني مو الا النص المباشر اللي هو ياخذ منه، لكن الاقتباس الثاني لابد وان يكون يعني بالفصل يعني مو كثير كثير، احيانا انا اشوف يتردد كذا مره من نفس المصدر، هذا يضعف شويه في البحث، فعلى الباحث الا يقتبس الا لهدف واضح. وضع الاقتباس الذي طوله 6 أسطر فأقل في متن البحث بين علامتي الاقتباس. طول الاقتباس المباشر في المرة الواحدة يجب أن لا يزيد عن نصف صفحة. اقتباس الباحث المباشر لا يجوز أن يكون حرفيا إذا زاد عن صفحة واحدة بل عليه إعادة صياغة المادة المقتبسة. حذف الباحث لبعض العبارات في حالة الاقتباس المباشر تلزمه بأن يضع مكان المحذوف 3 نقاط، وإن كان المحذوف فقرة كاملة يضع مكانها سطرا منقطا. نجي هالحين شفنا الاقتباس وأنواعه وكذا، نبي نشوف وش هي أساليب التوثيق، كيف إن نوثق شيء اسمه في المتن يعني جوا في الصفحات في صفحات البحث، وتوثيق يقول في الهوامش اللي قبل كانت نستخدمها والحين يعني في بعض الأحيان نرجع للهوامش، والتوثيق اللي هي دائم يعني يأكدون عليه حتى في المناقشات اللي هي قائمة المراجع. نقول الحين دليل الباحث للتوثيق في العلوم والدراسات الاجتماعية وفقا لدليل جمعية علم النفس الأمريكية APA للنشر. من أجل توحيد توثيق المراجع في متن صلب البحث وفي صفحة المراجع وضع هذا الدليل ليقلل من المشاكل التي يقع فيها الكثير من الباحثين حين يقومون بتوثيق المراجع التي استخدموها في بحوثهم، وللتقليل من اختلاف وجهات النظر حول كيفية التوثيق ثم اعتماد دليل نشر جمعية علم النفس الأمريكية اللي هي أمريكان، طبعا هذه الجمعية اللي هي موجودة الحين في الشريعة. نجي الحين أولا التوثيق في المتن، الحين بنشوف كيف نوثق في متن البحث. طبعا تعتمد طريقة تضمين الاقتباس المباشر اللي هي قلنا في إذا كان نص قرآني أو كان نظرية أو غيره، وهي تعتمد تضمن الاقتباس المباشر في متن البحث على طول النص، إذا كان النص أقل من 40 كلمة فإنه يكتب ضمن سياق البحث، ولكنه يميز يعني يميز الباحث بأقواس صغيرة مقلوبة عند بدايته وعند نهايته، ويذكر رقم الصفحة وتاريخ النشر.
مثال مثل عرف الأخريف في كتاب المشتغلون بأنهم أفراد الأفراد الذين يزاولون عملا مثمرا فعلا، سواء كان بأجر أو هم أصحاب العمل أو العاملون لأنفسهم أو لحساب الأسرة. مثلا فلا بد من إبراز، طبعا إذا أما إذا كان النص المقتبس أكثر من 40 فلا بد من إبراز بشكل واضح ومميز عن سياق لغة البحث بكتابة فقرة في فقرة منفصلة بمقدار 5 مسافات عن بداية ونهاية نص البحث. أيضا هذه الأمثلة في البحث الجغرافي ضمن إطار مفهوم العلم وفق التعريف التالي. مثل إذا بغينا نعرف مثل مفهوم البحث، يقع مفهوم البحث ضمن إطار مفهوم العلم ويتبادر للذهن فورا أن المقصود هو البحث العلمي، أي البحث الذي يتبع الطريقة العلمية أو المنهج العلمي بغرض تحقيق أهداف العلم، إلا أنه يقصد في تعريفه بأنه جهد منظم وموجه بغرض التوصل إلى حلول للمشكلات في المجالات المختلفة. أشكال، هالحين بنشوف الأشكال التوثيق في متن البحث. توثيق مرجع لأول مرة لمؤلف واحد، إذا بغينا ناخذ من مؤلف واحد يجب كتابة فقط الاسم الأخير للباحث متبوعا بسنة النشر بين قوسين. زين، مثال مثل قام الدوسري ونحط السنة بدراسة حدد فيها. زين، مثال مرجع أجنبي طبعا جيلبرت اللي هو في 1985 وقد أشار كذا كذا. توثيق مرجع لمؤلفين، لابد من ذكر أسماء المؤلفين الباحثين في كل مرة يذكر فيها المرجع. أيضا مثل قام الدوسري والنافع 1900، يعني ما نذكر واحد، نذكرهم اثنينهم بدراسة حوله. مرجع أجنبي أيضا نكتب هال أند ماكردي اللي هو 1990 عشوائيا إلى مجموعتين، يعني هال وموكردي. زين، توثيق الحين مرجع لثلاثة مؤلفين، يجب ذكر جميع أسماء المؤلفين الباحثين عند ذكر المرجع الأول في المتن، وفي المرات التالية يكتفي بذكر اسم المؤلف الباحث الأول ملحقا بآخرون، أو كتاب بالمرجع بالإنجليزية يتبع ب ETAL. زين، نجي الحين مثال المرجع العربي عندما يذكر المرجع لأول مرة قام الخليلي ومحمود والصمدي كذا، وعندما يذكر المرجع لمرات قام الخليلي وآخرون، يعني احنا ذكرناه في الأول إن مع محمود والصمدي، في المرة الثانية نقول وآخرون. أيضا بالنسبة إلى المرجع العربي أو الإنجليزي أول شيء اللي هو الأسامي المؤلفين، وبعدين المرة التالية طلع بس مؤلف واحد و ETAL 1984. زين، نجي الحين توثيق كتاب مترجم في المتن، يذكر تاريخ العمل الأصلي. يعني أنا دائم حتى في طالباتي يرجعون إلى مرجع من نفس المجلة مثل المحكمة، أقولها لا روحي لنفس الباحث شوفي من وين جاب الأصل لهذا المرجع وأنت رجعي له. إذا لابد وأن يذكر العمل الأصلي أولا ثم تاريخ العمل المترجم، مثل ذكر أوكام 1971 كذا كذا، وبعدين توثيق أكثر من عمل توضع المراجع بين قوسين وفقا لترتيبها في صفحة المراجع. بمعنى آخر أن ترتب المراجع بين قوسين ترتيبا أبجديا حسب أسماء المؤلفين. الأمثلة من العوامل المؤثرة في الزراعة بولبدع الطويل عجاوي وخضر، أيضا مثال أجنبي، أيضا الأسامي بويلو 1900 كاميلو 1988 بيلر وفونك، أيضا مع السنوات.
التوثيق في الحواش او الهوامش. طبعا اول احنا كنا نحط في الهامش نحط المرجع وبعدين سبق ذكره وكذا كذا، الحين لا، هذه الطريقه خلاص. الحين في التوثيق للهوامش في شيء ثاني، وهي تلك المادة العلمية التي تظهر بأسفل الصفحة ونهاية الفصل، أو البحث من أجل توضيح فكرة. الحين مو المرجع، لكن هنا من أجل توضيح فكرة وإعطاء معلومات عن مرجع تم الإشارة إليها أو الاقتباس منه. حالات استخدام الحواشي، إيضاحات تورد أحيانا للتفصيل مجمل ما ورد في صلب البحث، إحالة القارئ إلى مكان آخر في البحث، الإشارة مثلا يقولون مثل يحط نجمة وكذا يقول انظر إلى الملحق تلقى الصور، انظر إلى تحليل الجداول في الملحق، يعني إشارة للقارئ. الإشارة إلى مراجع أخرى أيضا تعالج نفس الفكرة للإطلاع أكثر الاستزادة، مثل من هذه المعلومة، وجد دائما إحنا نجدها إذا أنت تبي تستفيد من هذا الموضوع. مثل هالحين عندي أنا في كتاب الصيرفي مثل الاقتباس، حاط أيضا نقطة وكاتب إذا أنت تبي تستفيد أكثر من يعني كيفية الاقتباس، روح ارجع إلى عبيدات وأبو نصار منهجية العلم، حاط المرجع والتاريخ والصفحة، يعني هاي إشارة إلى الكتب الثانية. أيضا طريقتها الحين كيف طريقة التوثيق في الحواشي، يوضع رقم صغير بعد المعلومة المنقولة نصا أو فكرة، ثم يشار إلى المصدر أسفل الصفحة، وتعرف الملاحظة السفلية بفوت نوتس، وبعد وضع صغير أسفل الصفحة وتوضع قربه معلومة التوثيق. اسم المؤلف، الاسم الأول، ثم اسم العائلة، عنوان الكتاب، مكان النشر، اسم الناشر، عام النشر، رقم الصفحة. مثال للتوثيق، مثل يرى النافع أن هناك تأثيرات قوية لطبيعة الصخور على نبات العرفج. هذه حطينا اللي شايفين النقطتين بين الواحد، تحت الهامش الحاشية اللي هو عبد اللطيف النافع النبات الطبيعي، هذا كتاب له وموجود في مكتبة تهامة في عام صدر في عام 1990، والمعلومة هذه موجودة في صفحة 187. أيضا التوثيق في قائمة المراجع. هالحين إحنا خلصنا من المتن وشفنا كيف ناخذ في المتن وشفنا كيف نوثق وشفنا كيف ناخذ من كذا مصدر، وشفنا أيضا كيف الحواشي وكيف وش ناخذ منها وش الاستفادة من عندها. الحين بنشوف في النهاية، يعني في نهاية البحث نشوف كيف نوثق في قائمة المراجع. قائمة المراجع هي قائمة تكتب في نهاية البحث، وهي تحتوي على كافة المراجع التي اعتمد عليها الباحث، وتشمل تلك القائمة على الكتب والدوريات والموسوعات والمقابلات والتقارير والوثائق الحكومية، مقسمة إلى المراجع باللغة العربية وأخرى بالأجنبية، مرتبة هجائيا مع إهمال التعريف. طبعا بالنسبة هنا إلى يقول على كافة المراجع التي اعتمد عليها الباحث، بعض الطلاب والطالبات، يعني من خلال ممارستي وإشرافي مع الطالبات، ما يكتبون المراجع اللي اعتمدوا فيها في الدراسات السابقة. أنت كل كتاب وكل شيء، إن كل دورية أو كل كتب، والدوريات طبعا تكون محكمة، موسوعات، الكتب الحكومية، المقابلات، التقارير، الوثائق الحكومية، كلها لابد وأن توثق في قائمة المراجع، سواء كانت باللغة العربية أو باللغة الأجنبية. نجي الحين أشكال التوثيق في قائمة المراجع. مثل أولا توثيق الكتب، وفي حالة وجود مؤلف واحد، في حالة وجود مؤلف واحد
من ال في حالة وجود مؤلف واحد يتم توثيقها بذكر المعلومات التالية. إذا كان مؤلف واحد، إيش نقول؟ اسم العائلة، المؤلف، تاريخ النشر، العنوان، إذا كان يعني مترجم، الطبعة، الناشر، مكان النشر. زين، مثال الأخريف رشيد محمد، 1420، السكان، مفاهيم والأساليب والتطبيقات، مكتبة المؤيد وجرير، الرياض. زين، نجي الحين في حالة وجود كتابين أو أكثر، لكن هو هذا مثل عبد الرحمن الشريف كم عنده مرجع، الأستاذ الوليعي كم عنده مرجع، الدكتور النافع، يعني في كثير من المؤلفين لهم أكثر من مؤلف. يكتب اسم عائلة المؤلف ومن ثم اسمه في المدخل الأول، وترتب باقي الكتب هجائيا حسب العنوان. مثلا الحين يعني احنا مو كتبنا زكي رمزي، هذا مشكلة التضخم في مصر، ما نعيد الاسم، نحط تحت خط بس التاريخ واسم الكتاب الثاني اللي هو المؤلف الثاني له. الاول مشكلة التضخم، الثاني مشكلة الادخار، مع دراسة خاصة عن البلاد النامية، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر. مثال أجنبي أيضا، المثال الأجنبي أيضا مثل هذه تراد، وبعدين التاريخ وعنوان الكتاب، وبعدين أيضا شايفين النقاط اللي تحت فراي اللي هو تحت اسمه، ولكن أيضا الكتاب طبعا اختلف عن الكتاب الثاني الأول. في حالة وجود مؤلفين أو ثلاثة في النشر، الاسم الأول يكون لعائلة المؤلف الأول ثم المؤلف الأول، وهكذا بالنسبة للبقية. يعني أول شيء العائلة الأولى للمؤلف الأول، وبعدين اسم المؤلف الأول، وبعدين وهكذا لبقية المؤلفين، مثل المسعود، محمد عواملة، فيصل. طبعا التاريخ ومشكلة الفقر في الأردن المطابع. المثال الأجنبي بلاك، سي اي، وبعدين آند، سال، وبعدين دي، بي دي، وبعدين 2001 فاميلي. طبعا هذا أكثر من مؤلف اشتركوا في هذا النشر. رابعا، في حالة عدم وجود مؤلف، وهي دائم يصير ودائم تواجهكم طالبات والطلاب، يكون المدخل بالعنوان. مثال مشكلة، يعني ما لقيت ولا مؤلف، مثل مشكلة الفقر في الأردن 1980، مطابع الهيئة كذا. زين، توثيق مقالات والدورية. فالحين خلصنا الكتب، نجي طيب كيف نوثق المقالات والدوريات؟ كيف نوثقها؟ يتم توثيق المقالات والدوريات بذكر المعلومات التالية بالترتيب: مؤلف المقالة، عنوان المقالة، اسم الدورية، العدد، التاريخ، الصفحة. إذن وش هو الحين؟ إذا بغينا ناخذ المقالة، ناخذ المؤلف، مو باسم هذه، مؤلف المقالة، بعدين عنوان المقالة، ثم اسم الدورية، ثم العدد، ثم الصفحات التي أخذ منها أو التي يعني اعتمد فيها كمرجع. مثل الحين البكر محمد عبد الله، هذا منه مؤلف المقالة. أثر البطالة في البناء الاجتماعي، هذا وشو؟ عنوان المقالة. اسم الدورية، دراسة تحليلية عن البطالة وآثارها في المملكة. عنوان المقالة هذا عفوا. اسم الدورية اللي هي مجلة العلوم الاجتماعية، عددها متى؟ الثاني. التاريخ 2004، ومن الصفحات من 245 إلى 265. زين، هالحين بعض الأحيان واحد يعتمد على أوراق عمل. الأوراق العمل هذه عادة تقدم في المؤتمرات. كيف يتم التوثيق في أوراق العمل؟ يقول يذكر المعلومات التالية بالترتيب: اسم المؤلف، مؤلف المقالة، التاريخ،
عنوان الورقة يعني تقريبا نفس اللي التوثيق من الدوريات، عمل ورقة مقدمة لمؤتمر، طبعا لازم يكتب اسم المؤتمر يذكره، وين انعقد، مكان عقد المؤتمر، وأيضا تاريخه. مثال مثل الزهراني هشام، هذا اسم المؤلف المقالة، عنوان الورقة اللي هي الجريمة والبطالة، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر المجتمع والأمن، عملها وين، في مؤتمر اللي قدمته كلية الملك فهد الأمنية الرياض، اللي هي 17 من 1423. توثيقها الحين خلصنا الدوريات، وخلصنا اللي هي خلصنا عفوا الدوريات او توثيق اوراق العمل. الحين نجي الى توثيق الرسائل الجامعيه اللي هي رسائل الماجستير والدكتوراه وغيرها. مثلا عندنا اسطنبولي ابتسام عبد القادر، واقع البطاله بين المراجعين والمراجعات لمكاتب التوظيف التابع لوزاره الخدمه المدنيه وجده، أسباب العلاج. رسالة، هذه الرسالة نكتبها نقول وش هي هذه الرسالة، دكتوراه منشورة ولا غير منشورة، قدمتها في كلية الخدمة الاجتماعية في جامعة الملك سعود الرياض. أيضا توثيق الصحف، يتم توثيق الصحف بذكر المعلومات التالية، عنوان الصحيفة والتاريخ، مثال الوطن، كذا نحط التاريخ. توثيق المقابلات التلفزيونية، أيضا توثيق المقابلات يذكر المعلومات التالية بالترتيب، اللي هي صاحب المقالة، القناة، التاريخ، مثال النافعة العربية الفضائية 2012. أيضا توثيق المراجع المأخوذة من الإنترنت، والحين يعني كثير زاد الاعتماد وزاد التوجه بالنسبة إلى الطلاب والطالبات إلى الإنترنت، لأن هم هذه معلومات مثرية وأيضا يعني أفادت كثير من الباحثين. ويعد يقول بعد التطور الهائل في عالم المعلومات والتكنولوجيا والمعلومات، أصبح الباحث لا يعتمد على الكتابة والمصادر التقليدية، خاصة في ظل انتشار استخدام قواعد المعلومات واعتماد الباحثين عليها كثيرا في الحصول على معلومات توثيق أبحاثهم. فكان لابد من وضع أسس علمية لكيفية توثيق هذه المصادر، وفيما يلي ملخص مختصر حول كيفية التوثيق من الإنترنت. مثال، طبعا هذا الموقع اللي هو HTTP، والهنا الموقع هذا فوق طالع، وبعدين طالع الـ HTTP، وبعدين أيضا طالع لكم الموقع، وهنا الـ www host name، وأيضا طبعا والاسم والكذا، هذه كلها اللي أنتم ممكن يعني مثلا واحدة تقول طيب أنا كيف أكتب الـ الـ المرجع، يكتب بهذه الطريقة اللي هي كيف إن أخذنا هذا المرجع من الإنترنت. شروط ترتيب المراجع، قلنا إحنا أما تكون لابد وأن تكون أبجدية. أبجدية كيف؟ ترتيبا أبجديا، لحظة بس أشرب شوية موية، أريد نشف شوي. طيب، ترتيب المراجع أبجديا، ترتيب المراجع المؤلف لمؤلف واحد وفقا لسنة النشر، فالمرجع الأقدم يوضع قبل المرجع الأحدث، المرجع الفردي للمؤلف يوضع قبل المرجع المشترك. طبعا هنا هذا الطرق غير المراجع زين. طبعا عندنا الحين المراجع كيف، هنا المراجع التي تم طبعا اخذها في
من هذا العرض قد انجلي والبحث العلمي والصيرفي وايضا المسعود جامعه الملك سعود وايضا الاطار العام لكتابه الرسائل اسماعيل قواعد اساسيه البحث عبيدات البحث العلمي الجحيلي البحث العلمي غنيم مناهج البحث. في شغله هنا ايضا مثل هنا اذا ضغطنا على هذول ممكن يودينا الى الصفحه اللي قلتها قبل شوي اللي هي تورينا كيف ان احنا هذه الطرق وكيف ان احنا ناخذها او نعتمد عليه. طبعا هذا العرض عملته انا عرض سريع وارجو ان تكون الافاده عمت لطلابنا وطالباتنا في الجامعه، وهي كانت يعني الموضوع يعني هو الفئه المستهدفه لطلاب وطالبات الدراسات العليا. في اي اسئله في اي كذا احنا في الاستعداد. شكرا شكرا جزيلا دكتورة لميع الجاسر على هذا التقديم وهذا العرض الرائع، ونرجو زي ما قالت الدكتورة لميع استفادة الطلاب الدراسات العليا من هذه الورش العلمية التي تساعدهم كثير في كتابة بحوثهم. شكرا دكتورة لميع على هذا التقديم، والحين نطيح المجال إذا كان عندكم أي استفسار أو أي أسئلة. طيب دكتورة عنبرة معنا، طيب تفضلي دكتورة عنبرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا دكتورة سلاف الله يعطيكم العافية. شكرا للزميلة الدكتورة لميع الجاسر على هذا العرض الله يعطيك العافية. أنا لي تعليق فقط يعني إضافة دكتورة لميعة إذا سمحتي لي. طبعا المحاضرة مفيدة ليست فقط لطلبة الدراسات العليا، لجميع الباحثين، لأن من الأمور التي تعطي العمل البحثي ثقل وعمق ومصداقية لما يكتب الباحث هو عملية التوثيق، وكما تفضلتي إرجاع الحق لأصحابه، وهذا من ضمن أخلاقيات البحث العلمي وشروطه. أول شيء بالنسبة لكما تفضلتي في عندنا من ضمن الطرق اللي هي عملية التوثيق في هوامش الصفحات سواء كان كتاب أو مجلة، بس أنا أحب أن أضيف أن هذا التوثيق في نهاية الصفحة بناء على طلب المجلة في يعني بعض المجلات مثل على سبيل المثال مجلة جامعة الملك سعود للسياحة والآثار يطلبون هذا التوثيق حسب يعني آخر بحث نشرته معاهم. والكتب أيضاً البعض يعني حسب هل أنت مثلاً الباحث، أنا أقصد هل الباحث أو المؤلف يريد أن يقدم هذا العمل عبر منصة مؤسسة تعليمية، فهؤلاء لهم طريقة في توثيق المراجع وتطلب يعني قواعد النشر مثلاً في جامعة الملك سعود إلى آخره. هذه نقطة. النقطة الثانية يعني من حسن حظنا الباحثون جميعا في هذا الوقت بالذات اللي هو عملية التوثيق. طبعا جامعة الملك سعود وأغلبية المجلات العلمية الرصينة وخاصة المجلات العلمية اللي مدرجة تحت الـ ISN أو الـ Web of Science تطلب طريقة التوثيق بطريقة الـ ABA كما تفضلتي، جمعية علم النفس الأمريكية. الآن من حسن الحظ الشاهد في الموضوع من حسن حظنا أن الأبحاث يعني في حالة رجعت إلى بحث منشور في دورية علمية فيكون السايتيشن جاهز لي، مجرد أني أضغط على عبارة أو كلمة سايتيشن فهو بيفتح لي نافذة، النافذة هذه تعطيني الخيارات أن أختار أي أنواع التوثيق يعني حسب أي طريقة تبيها، ومن ضمنها يعرضون لنا طريقة الـ ABA هذا في المجلات الأجنبية. أيضا المجلات العربية ولله الحمد أصبح هنالك يعني في مجلات عربية
رصينة أيضا دخلت في ضمن هذا المجال، فنفس القضية عندما تجيز البحث العلمي اللي منشور في هذه المجلة أيضا تعطيك طريقة التوثيق أو تكتب لك اسم المرجع، يعني هذه المقالة أو هذا البحث في طريقة الـ ABA. الشاهد أن الباحث سهل عليه جدا، مجرد أنه يضغط عليها وينسخها، ولكن يضعها في مكان الترتيب الأبجدي، أين أضع هذا المرجع، ولكن اللي هو يوفر علينا الوقت والجهد، ومتى أضع اسم المؤلف، متى أضع اسم المقالة، وهل أكتبها بخط مائل، حط بينهما فواصل إلى آخره. هذه الحمد لله ارتحنا من هذه العملية فأصبحت جاهزة، مجرد أضغط كليك أنسخها وأضعها في قائمة المراجع وفق الترتيب الأبجدي كما تفضلتي. هذا ما عندي، وشكرا لك دكتورة لميعة على سعة صدري. شكرا دكتور سلافة. شكرا لمداخلتك دكتورة عنبرة، وانت يعني علم عندنا في الجغرافيا، ولك إشرافاتك ومساهماتك الكثيرة. بالنسبة إلى ما ذكرتي اللي هو التوثيق اللي ABA، طبعا بحكم أنا عملي في مجلة كلية الآداب، الحين ما يستقبلون إلا الأبحاث الموثقة في المتن اللي هي حسب الطريقة الأمريكية ABA، يقولوا هذا آخر شيء جانا تعميم يعني من الجامعة. نعم. أن لازم يستخدمون هذا الطريقة في بعض المدارس. نعم. وفي بعض الدول لا زالت تستخدم يعني لا زالت تستخدم الطريقة احنا نقولها الكلاسيكية القديمة، واللي احنا نكتبها على حسب هاي، يقومون يرجعون يقولون لا سووها على حسب ما هو المجلة اللي تبي. شكرا لك دكتورة مرة ثانية وعلى هذه الإضافة، وأكيد استفادوا منها الطلاب إلى مرئياتك اللي أنت ذكرتي. العفو. شكرا. شكرا دكتورة عنبر على هذه المداخلة، وشكرا لك دكتورة لميعة وعلى هذه الأجوبة. طيب إذا عندنا أي مداخلة أخرى؟ لو عندكم أي مداخلة، لو في أي حد عنده أي سؤال أو أي مداخلة. طبعا يمكن الدكتورة لميعة في بعض الأحيان في بعض المجلات تطلب زي ما قلت أنت بعض التوثيقات بطريقة معينة. حاليا ما في طريقة محددة يعني بالنسبة لنا في التوثيق. طيب نحن في يعني هل 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 في المجلات يعني حاليا إذا أنا عاوزة أكتب مثلا بحث، فدائما بنلاحظ المجلات العربية عندها طريقة محددة ومجلات. طب نحن عندنا في الجامعة نفس الحكاية، يعني مثلا طلاب الحين طلاب الماجستير وطلاب الدكتوراه حاليا في القسم عندنا الموجودين في القسم مثلا المجلات نعرف طريقتها. طيب لو جينا حاليا أنا مع الطلاب أو الرسائل حاليا، فهل طريقة التوثيق تختلف ولا؟ لا على حسب طريقتنا الحديثة، احنا على حسب الطريقة اللي نوثق فيها مراجعنا حسب هذا اللي قلتها. مثلا الحين دكتورة انا بالنسبة للمجلات لما رجعوها لي وقالوا لي لا لازم تكتب في الاسلوب على حسب التسلسل على حسب الكلاسيك وكذا، قلت لا ما نقدر، لان احنا بعدها لما ترفعين بحوثك خاصة البحوث اللي انت تبين للترقية وكذا، عندنا حقين المجلس البحث العلمي يقول لا لازم احنا نمشي على هذه على الطريقة الحديثة، فانت تبينينهم ان احنا مدرستنا واحنا يعني متبعين هذه الطريقة، وهم بالاخير يحترمون يعني وجهة نظرك ويحترمون رأيك.
وبالنسبة إلى الجامعة، إحنا عندنا التوثيق وعندنا الدليل الجامعي وعندنا الأدلة كثيرة اللي هي يمشون عليها الطلاب، وأيضا المشرفين ما شاء الله ما يقصرون في يعني هداية وتعليم طلابهم، سواء كان الطلاب أو الطالبات. شكرا لك دكتورة سلام. شكرا، شكرا لك دكتورة لميعة. طبعا برضو زي ما ذكرت دكتورة لميعة، فعلا احنا طلاب الدراسات العليا دائما بالرغم انه يعني موجود الدليل زي ما قالت الدكتورة لميعة، موجود الدليل، يعني حاليا في موجود الدليل لطلاب الدراسات العليا على اساس انه يوروهم كل ان من البداية كيفية كتابة البحث وكيفية الصفحة الاولى وكل الى ان يصل الى المراجع. بس دائما طبعا في بعض الطلاب يكون يمكن عن سهو او كده، فتلقي بعض الطالبات اللي هي حتى برضه ذكرتيها دكتوره لميعه، يعني دائما نلاحظ حال اللي انت ذكرتيها انه يجب انه اي حاجه وثقها الطالب داخل المت او كتبها داخل المت يكتبها داخل المراجع. هو في أي بعض الاحيان تلقي الطالب ما كتب هذه، يعني المراجع الموجوده عنده مثلا 40 مرجع وهو في جوه المت ما عنده هذه المراجع، يعني كتب مراجع في صح صفحه المراجع غير الموجوده جوه. فدي برضو واحدة من الحاجات بنلاحظها كثير جدا يعني في عند الطلبة، يعني فعملية التوثيق وعملية المراجع مهمة جدا في البحث العلمي. فيا ريت يعني إن شاء الله يعني نحاول دائما نديهم هذه المحاضرة ونعيد لهم مثل هذه المحاضرات ليستفيدوا، لأنه إلى الآن يعني بتصادفني نماذج في بعض الطالبات يقولوا هذا يعني كيف ليه هذه الغلطات، يعني تلقى الأبجديات مثلا أبجدي إنه يوثقوا أو التوثيق بتاع المراجع يكون بصورة أبجدية، تلقى الطالب لا بس كاتب كل المراجع لكن ما مرتبة بالصورة الأبجدية. شكرا يا دكتورة لميعة على هذه المحاضرة القيمة، وإذا عندكم برضه سؤال أو استفسار أو في أي مداخلة من بعض الطالبات الموجودات عندنا، إذا عندكم أي استفسار أو أي مداخلة قبل أن نختم. رندا تفضلي. ايه دكتورة، بس عندي مداخلة على توثيق المراجع. لو استخدمنا برنامج اند نوت، هو اوتوماتيك، يعني لو مثلا انا شلت الاقتباس من الملف هو اوتوماتيك حيحذفه من الليست من تحت، يعني يسهل كثير في عملية التوثيق. وكمان حتى لو مثلا فجأة اكتشفت انه مجلة علمية غيرت ما تبغى APA او ستايل هذا، ممكن برضو اوتوماتيك اغير الستايل وهو برضو يغير على طول، يغير لكل قائمة المراجع، لأنه يمكن يسهل العملية دي. زي ما ذكرت الدكتورة عنبر، شكرا راندا. هذه راندا طالبة الدكتوراه عندي، وهي من جدة وطالبة مجتهدة جدا. شكرا لحضورك يا بنتي، وجزاك الله ألف خير. شكرا، شكرا يا رندا على هذه المداخلة. فعلا زي ما قالت رندا، طبعا حاليا عندنا الاند نوت في المندلي، في عدد من التطبيقات اللي نحن ممكن نستخدمها مع أثناء يعني نبدأ بها من كتابة من البداية أول ما نبدأ نكتب البحث، فنستعين بهذه. شكرا يا رندا على هذه المداخلة، الله يعطيك العافية. طيب لو عندكم أي مداخلة قبل أن ننتهي، لو في أي مداخلة أو أي سؤال. طيب ما أجد في أي سؤال أو أي مداخلات، ممكن ننهي طبعا هذه المحاضرة أو آخر محاضرة عندنا في هذا الفصل. وفي الختام نحب أن نشكر كل من ساهم في هذه اللجنة من أعضاء هيئة التدريس كلهم الموجودين معنا والإداريات، نشكر كل أعضاء اللجنة على هذا الجهد الرائع اللي قدموه في هذا الفصل، ونشكر كل المقدمين اللي قاموا بتقديم هذه الورش من بداية الترم، كل الشكر لمن كل من ساهم في هذا العمل. ونتمنى دائما ونشكر برضو طلابنا، لا ننسى نشكر طلابنا وطالباتنا اللي هم بيثروا هذه الحلقات العلم والمحاضرات ونستفيد منهم. نحب برضو ننوه انه اذا كان عندنا اي ملاحظات من الطالبات
حابين يضيفوها لنا على أساس إنه نحسن هذه المحاضرات على الترم القادم، فيدونا أي ملاحظات. طبعا موجودة معنا الأستاذة فوزية جزاها الله خير، قائمة على هذا العمل، والإيميل بتاعها موجود عند لجنة الدراسات العليا. فلو عندكم أي ملاحظات ممكن تقوموا أو بتقدموا لنا هذه الملاحظات عشان نستفيد منها نحن إن شاء الله في تقديم هذه المحاضرات. فترسلوا هذه لأي ملاحظة أو تعليق أو تحسين أو حتى إعادة لبعض بعض المحاضرات، لأنه ممكن في بعض المحاضرات فاتت على بعض الطالبات، فممكن تقدموا كل هذه التعليقات في إيميل أستاذة فوزية جزاها الله خير، هي القائمة على كل هذا العمل وترتيبه. نشكر كل من ساهم معنا، ونشكر لا ننسى نشكر أستاذ فيصل برضو اللي هو دائما ينسق هذه أو يعلن عن هذه الورش. فالشكر لكل من ساهم، كل أعضاء اللجنة المساهمين معنا في هذا العمل كلهم هم قائمين على هذا العمل، فالشكر لهم جميعا. وإن شاء الله يعني نحن اختتمنا، وإن شاء الله على الفصل القادم إن شاء الله تكون في بعض إن شاء الله نواصل في هذه المحاضرات بإذن الله. وأنا بهذه المناسبة أحب أشكر شكر جزيلا للأستاذ فيصل صراحة، مو بس يعني طبعا أنا كنت في هذه اللجنة في الترم الماضي، يعني كان مرة، وبعدين حتى هالحين أنا قبل يومين كان عندي يعني مراجعة رسالة مع دكتور في جامعة الإمام، وعجزت اني ادخل زوم، فوين اروح؟ كلمت فيصل والله فزع لي وفتح لي وكذا، وقعد معي طول المحاضرة، يعني انسان خدوم وله الف شكر. وشكرا ايضا للاستاذة فوزية ما تقصر، وشكرا للاستاذة ريم، يعني كلهم كل قسمنا يعني متعاون ومتفاني في هذه الاشياء، وان شاء الله احنا كلنا في خدمة الطلاب وفي خدمة القسم. شكرا دكتورة سلام. شكرا شكرا لك يا دكتوره لميا، فعلا زي ما قالت دكتوره لميا كل هذا القسم قائم، يعني كل اعضاء المعنى في اللجنه والغير موجودين معنا في اللجنه كلهم يساهموا في هذا العمل، فالشكر لهم كلهم. نحن في البدايه شكرنا من نشكر الجامعه في البدايه، ونشكر رئيس القسم، ونشكر وكيله القسم، كلهم الله يجزاهم كل خير، كلهم يساهموا في هذا العمل. ونشكر برضو الطلاب، لا ننسى نشكرهم زي ما قلنا. فشكرا لكم كلكم، والشكر للجميع إن شاء الله. ونتمنى إنه إن شاء الله نلتقي في الترم القادم بإذن الله تعالى. شكرا لكم جميعا، وإلى اللقاء إن شاء الله في محاضرات أخرى على الترم المقبل إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا لكم، شكرا لك يا حبيبتي، شكرا، بارك الله عليك، الله يسلم، شكرا لكم. السلام.